وبارك إلى هنا كل حين الآن وكل وقت آمين. وصلنا أبتي الفاضل أخواتي إخوتي في الإنجيل كما ألهمه الله أوحى به إلى البشير متى الفصل 17 والآية الفصل 16 آية 27 24 من 24 وطالع اليوم. نعم تفضل دكتور. حينئذ قال يسوع لتلاميذه إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها. لأنه ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ نعم إذا نحن في الآية 24 من هذا الفصل 16 قال لتلاميذه من أراد أن يتبعني. لاحظ يتبعني حرفيا يعني يمشي وراي. هنا إذن حرفيا نستنتج من هذا الكلام إنه الذي يريد أن يتبع يسوع الحامل صليبه يجب أنه هو كمان يحمل صليبه. يعني مش أنه اتباع المسيح إشي وحمل الصليب إشي تاني. المسيح حمل صليب إحنا بدنا نمشي وراء بدنا نمشي زيه. عشان هيك الرسالة إلى العبرانيين شو بتقولنا؟ بتقولنا فلنخرج خارج المحلة خارج السور زي ما المسيح لما انصلب خارج السور حاملين عاره. الصليب اللي حمله السيد المسيح احنا بدنا نحمله. في قديسين حملوا الصليب بالمعنى المادي الحرفي او على الاقل صلبوا على الصليب حرفيا. قديس بطرس وصلب على شكل تي حرف تي مقلوب. القديس أندراوس أخو القديس بطرس شقيقه اللي صلب بشكل الإكس عشان هيك هذا الإكس بسموه صليب القديس أندراوس. ولكن طبعا هاي الآية يقول فيها المسيح إنه زي ما أنا راح أحمل صليبي ماديا أنتم راح تحملوا صليبكم معنويا. هلا كمان في بعض أنواع الحكم في فلسطين وسائر الشرق الأوسط خلينا نقول في القرون الوسطى كانوا يجبروا المسيحيين انه اما يحملوا الصليب او يلبسوا صلبان ثقيلة يعلقوا على رقابهم صلبان ثقيلة. وعشان هيك ربما اجت العبارة فلان مسيحي او فلان روم أرثوذكس عظم أزرق. ليش بقول لك عظم أزرق؟ لأنه من كتر ما كان الصليب تقيل كان يعلم أزرق هون على عظم الطب هو الكتف. كيف؟ الطب هو اسمه الطب هو نعم. إذا في ناس ممكن يقول لك يعني يقلب الآية في تهربهم من الصليب كما انه احنا بدنا نحمل صليب معنوي. اذا المسيح بيحكي عن صليب معنوي. معنوي يعني صورة الصليب تشبيه الصليب. لا معاناة الصليب او معاناة الصليب. لا المسيح حمل صليبا خشبيا
هو رمز وكان يحتوي على إيش؟ الألم، المعاناة، الذل. وطبعا أكبر ذل هو الموت، تخلي الأصدقاء. وإحنا نحمل صليبنا معنويا، ولكن صليب المسيح كان صليبا خشبيا. هلا حلو نسأل أنفسنا ما هو الصليب، أو على الأقل بهالجمعة الحلوة من أين أتى الصليب؟ كل الناس بعرفوا شو هو الصليب ولا لا؟ كل الناس بفكروا إنهم بعرفوا شو هو الصليب. في الواقع كمان في هاي النقطة في مع الأسف جهل كبير. اللي فكروا في عذاب الصليب أول ناس هم الفرس، لأن الفرس كانوا يعتقدوا بوجود إلهين، خلينا نقول على الأقل إلهين، إله للخير أهرو مزدا اللي كانوا يقولوا إنه الأرض مكرسة إله، وإله للشر أهريما. بما إنه الأرض مكرسة لإله الخير، إذا أنت بتعدم واحد بعيد على الأرض أنت دنست الأرض وأهنت إله الخير أهرو مزدا. ففكر الفرس اللي هم الإيرانيين سابقا أو الإيرانيين لاحقا، فكروا بطريقة جهنمية. أهلا وسهلا، تفضلوا. أهلا وسهلا. إذا كنا نحكي عن الصليب، السيد المسيح بيقول من أراد أن يتبعني يمشي ورائي فليحمل صليبه. المسيح حمل صليب مادي، ولكن مادي فيه الذل والمعاناة والألم والموت، وإحنا نحمل صليب معنوي. وأحيانا في بعض الدول، في بعض البلاد، في بعض إما بمنعونا نلبس الصليب أو بلبسونا صلبان ثقيلة اللي بتترك أثرها على عظمة الكتف، على الترقوة. الترقوة أكثر عظمة ظاهرة، الترقوة. وعشان هيك عبارة فلان عظم أزرق، لأنه يعني يكون العظم صار أزرق من هذا الصليب الثقيل. أول من اخترع الصليب كأداة عذاب هم مين قلنا؟ الفرس. الفرس احتراما لإله الخير أهرو مزدا اللي الأرض كانت مكرسة إله. إذا بتعدم البعيد واحد على الأرض هيك نجست الأرض، هيك أهنت الإله أهرو مزدا. إذا ما العمل؟ كان يجب إعدام البني آدم فوق الأرض وبعدين دفنوا البعيد تحت الأرض. بتقول لي هذا الكلام من وين جبتوه؟ هذا الكلام موجود في التاريخ عند الفرس، ونجد ما يقابله عند اليهود في سفر تثنية الاشتراع فصل 21 آية 22 ل 23. بيقول إذا وجد رجل عليه جريمة تستحق الموت وقتلته، أول شيء القتل عند اليهود بالرجم بالجلد، ثم رفعته، يعني رفعت البعيد جثته على خشبة، فلا تبت الجثة على الخشبة لئلا تدنس الأرض. نفس فكرة إيش؟ إنه بدنا نحافظ على طهارة الأرض. فلا تثبت على الخشبة، فلا تبت، ما تبات الجثة بعينون على الخشبة. إله الشر شو اسمه أبونا؟ معلش أهرو أهريمان إله الشر، وإله الخير أهرو مزدا. الآن على فكرة رمز، ولا هذا موضوع ثاني بنيجي له بعدين. من عند الفرس انتقل عذاب الصليب لمين؟ لشمال أفريقيا، لقرطاجنة. من شمال أفريقيا انتقل لليونان، مثلا الإسكندر الكبير المقدوني أمر بصلب عشرات من أعداء.
وبعدين لما روما احتلت بلاد اليونان أخذت منها المسرح مثلا، أخذت منها الحمامات، وأخذت منها كمان عذاب الصليب. يعني المسيحي العادي لما يقرأ الكتاب المقدس، يقرأ الإنجيل المقدس، بيتوهم إنه الرومان هم أول ناس اخترعوا الصليب، في الواقع هم مين؟ هم آخر ناس. ومين اللي جاب النهاية للصليب كأداة إعدام؟ الإمبراطور قسطنطين. إمبراطور قسطنطين إجلالا للسيد المسيح المصلوب ألغى حكومة الإعدام صلبا. اتباع، إذن اتباع المسيح يتلخص في إيش؟ حمل الصليب. معناه لما احنا نرفض الصليب، لما احنا نرفض حمل الصليب، تحمل الآلام، احنا نقاوم المسيح. هلا في حياتنا احنا كبشر عندنا مقاومة طبيعية ضد الصليب. يعني أي شيء فيه عذاب، فيه تعب، فيه ذل، فيه معاناة، فيه إحراج، فيه غلبة، شو؟ بحاول الإنسان إنه يبعده عن حاله. إذن العداوة ضد الصليب مش بس موجودة عند غير المسيحيين، موجودة وين؟ في قلب كل إنسان منا. يعني قول للإنسان إنه يحصل على إشي بتعب ولا بدون تعب، شو بفضل؟ بفضل بدون تعب. حتى في علم النفس، في القوانين الأساسية لنفسي، مش القوانين، يعني خلينا نقول الممارسات العادية العامة عند البشر، من أولها إيش؟ أقول لك قانون المصلحة. طيب شو القانون الثاني؟ قانون الجهد الأقل. طبعا المدرسين بعرفوا هالإشي، المعلمين، تلاقي واحد شاب بيحكي عن قاضي معزول، قل له وين هل درست؟ بقول لك لا. هل عملت الفرض؟ لا، انا ابن فلان، ها، وانا ابن على الدار. المهم ايش؟ قانون الجهد الاقل. تعال عمي طالع كتاب، لا بفضل يحضر تلفزيون. طيب في التلفزيون ايش بفضل يحضر؟ بفضل يحضر قصة او مسلسل، ولا يحضر برنامج ثقافي او ديني، لانه ايش في تفكير المخ. بفضل طاولة الزهر على الكتاب والى. هذا طبعا مثل بسيطة جدا. هلا في كمان مقاومة من مين؟ من أعداء السيد المسيح للصليب. أعداء السيد المسيح بيحكي عنهم القديس بولس، بقول كلمتكم عنهم مرارا وأقول عنهم الآن باكيا، إنهم أعداء إخري تستفروا تخرجت، إنهم أعداء صليب المسيح. ومع الأسف في منهم حتى بيننا إحنا مسيحية الأراضي المقدسة، في أعداء لصليب المسيح. في بشر تدخل على بيتهم ما بتلاقيش صليب، مع إنه القديس بولس سؤال في رسالة الآية الغلاطية فصل 6 آية 14، فصل 6 آية 14، أما أنا فحاش لي، مينيتو باليوناني، فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي صلب به العالم لي وصلبت أنا للعالم. في واحد بيقول لي لا، هذا بيحكي عن صليب معنوي، لأنه بولس بيقول لك لم يصلب. شوف كيف اللف والدوران اليهودي الصهيوني، بيحكي عن صليب معنى. طيب أما أنا فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. يسوع صلب معنويا ولا حقا؟ يسوع صلب حقا، صلبا حقيقيا وليس صلبا مجازيا. أنا صلبت للعالم وصلب العالم لي، هذا إشي مجازي،
هذا مين؟ بولس. بس مين مثلا صلب صليب مزبوط؟ القديس بطرس، القديس أندراوس. إذا ما بصير بقسم من آية طير القسم اللي قبله، فش عنا إحنا قسم آية يلغي القسم اللي قبله أو اللي بعده، بالعكس كله متكامل. إذا غلط يا ستة، فصل ستة آية 14 الأصحاح السادس عيدك الشمال اللي بعدها يقول فلا ينغصن أحد علي عيشي بعد اليوم. مظبوط؟ مظبوط عيدك الشمال كمان؟ عشمال ولا اليمين؟ عشمال نعم بهاي الطبع. إذن عجل وخافت الإنجيل إذن العداوة، العداوة ضد الصليب بيفضحها من القديس بولس كمان مرة في رسالته الأولى لأهل كورنثوس فصل 1 آية 17. لأن الصليب بالنسبة كلمة الصليب باليوناني أولوغوس تستبرو بالنسبة للهالكين جهالة، أما بالنسبة لنا نحن المخلصين فهي قوة الله. ليش؟ لأنه في حين أن اليهود يطلبون المعجزة واليونانيين يطلبون الحكمة، أما نحن فنكرز نبشر بإيش؟ بالمسيح مصلوبا. حجر عثار، حجر عثرة لليهود وجنونا لليونانيين. شو هالشاب المصلوب على خشبة زي ما قال هذاك السويسري، على إيش مبسوطين نحطين صورة جثة على خشب وبسرور وبفخر بقدر أقول لكم عن حادثة حكى لي عنها أحد الوجهاء امبارح، أحد أصحاب الفنادق في منطقة بيت لحم. بيجي عنده ناس غير مسيحيين وبظن اسمه صليبة يمكن، وبيقولوا له احنا يعني كل شيء حلو في الفندق اللي عندك، بس احنا برضو احنا متطلباتنا ورغباتنا يا ريت لو تشيل الصليب. شو جاوبهم يا ابو جمال؟ قال لهم بهدم الاوتيل ولا بشيل الصليب، بهدم الفندق ولا بشيل الصليب. ممكن غيره من الطائفه الارنبيه، مع الاحترام للارانب المضبوطين، كان قال لهم طب حاضر حاضر حاضر. المهم ايش؟ انه الزبون دائما على حق. على فكره الزبون هي كلمه اراميه معناها الذي يشتري، من فعل زبان بالاراميه يعني اشترى السريان يعني. اذا اما انا فحاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح. يلخص مار بولس كل كلامه في رسالته الاولى لاهل كورنثوس فصل 2 آية 2 كورنثوس الأولى فصل 2 آية 2 ما أردت أن أعرف بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. إذا في عنا عدة طرق لإيش؟ للتملص من صليب المسيح، للتصدي لصليب المسيح. ياما في دور خصوصا بعد 48 اجى في لاجئين على هاي المنطقه وغيرها، وفي ناس من اللاجئين استاجروا دور او اشتروا دور كان محفور عليها ايه؟ صلبان. فاول شيء عملوه ايه؟ بدل ما يشكروا اصحاب هاي الدور انه استقبلوهم، شو كانوا يعملوا؟ اول شيء يعملوه انه يحاولوا ايش؟ شيلوا بهال بالشكوش والى اخره، يحاول يشيل. هذا همه الوحيد يعني، بس معلش انه يشيل الصليب. اغلبك بس ترفع الصوت. نعم. في قضيه يعني تاريخيه انه اصلا سمح للمسيحيين يحطوا الصليب على ابوابهم بعد زياره ولي عهد روسيا اللي اصبح فيما بعد قيصر للمهد في نهاية
لا 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 هو اسمه ألكسندر ألكسندر الثاني. نعم أيوه ولما أوجدوا قاعدة اللي هي قاعدة ستاتوس كفو اللي هم بسموها ستاتو كفو الوضع القائم الوضع القائم سمح للمسيحيين ولا قبل كان حتى ممنوع ينحط الصليب على الباب بعدها صاروا يبنوا البيوت حتى عندنا في بيت صحور في بيت جاله وهذا سنسمعهم بعد زيارة ولي عهد روسيا اللي أصبح فيما بعد قيصر باسم ألكسندر الثاني وأجزار كنيسة المهد وهو اللي طلب من الأتراك أنهم يسمحوا للمسيحيين أنهم يحطوا الصليب على البيوت زي ما حكى أبونا هذا صارت أنا حاجة في بيت جال أبونا واحد ياباني اشترى دار حبيب شاهين في بيت جال في صليب على البوابة صليب كبير ومرتب بس شراء شاب جاب هاليازميل وهالشخوش وشاب بعد ثلاث أيام إذن على فكرة الستاتوس كوو الوضع الراهن هذا تاريخه الرسمي 8 شباط 1852 هو يعني فيها في القرن 19 يعني زيارة طيب. نعم إذن هذه العداوة العداوة طبعا أكيد أصلها بعدين نشوف أصلها أو خلينا طوال نقول منين أصل هاي العداوة منين جاي هاي العداوة الرد بسيط جدا العداوة جاي من اليهود لأنه كل مجرم بعيدا منكم يريد أن يخفي أداة الجريمة وغولدا مئير مرة بتزور الفاتيكان طبعا الفاتيكان وقتها ما كانش فيه علاقات دبلوماسية بينه وبين الكيان العبري البابا بولس السادس برافقها على الباب طبعا لم تستقبل كرئيسة وزراء ولا شيء إنما كشخصية فقط يعني وهو لابس الصليب طبعا تمسك الصليب وبتقول له هذا صار له 20 قرن معذبنا احنا اليوم هذا صار له معذبنا 20 قرن ليش؟ انه كل ما احنا بنحمل الصليب نذكر الشعب اليهودي بايش؟ بجريمته زي ما قال مار بطرس اللي هو البابا الاول نقراها في اعمال الرسل قتلتم المسيح بأيدي الأثمة مين الأثمة اللي ما عندهم الشريعة يعني الرومان. الجنود الرومان الجنود الرومان تمموا اللي أنتوا يا اليهود بدكم إياه إذن كل معاداة نحو الصليب أساسها الأول بديش أقول الأول والوحيد هو الشعب اليهودي ليش كمان الشعب اليهودي يعاد الصليب لأنه يعني بالنسبة للتفكير اليهودي المسيح الملك يجب أن يكون مجيداً غنياً طب هذا قائد جيش قائد جيش حريم نفوذ سيطرة طب هذا مسيحنا يسوع بروح بيولد في المغارة وبموت على صليب فهي خيبة أمل بالنسبة لليهود مين حكى عن خيبة الأمل إذا بتتذكروا تلميذا عماوس في إنجيل لوقا فصل 24 أما نحن فكنا نرجو أن يفتدي إسرائيل بس راحت علينا لأنه هذا هو اليوم الثالث وما حدا شاف حدا قتلوه صلبوه قتلوه وما استفدناش إشي وطلعنا من المولد فرحنا العداوة نحو الصليب كيف تعبر عن نفسها اما بحذف الصليب هلا خلينا نيجي للفئات اللي مع الاسف ابتلينا فيها حتى في هذا القسم من فلسطين اذا بنيجي مثلا لفئه اتباعها بسموا حالهم احدى الفئات اللي اتباعها بسموا حالهم شهود لا يهوى طبعا يهوى مش موجودة ولا مرة بالعهد الجديد أكثر من 6000 مرة بالعهد القديم ليش؟ لأنه اسم عبري طيب شو بقول لك كيف بده يتخلص من الصليب
قول لك الصليب نعم المسيح انصلب على صليب، بس الصليب هذا هو تقاطع خشبتين. حلو، وفعلا الصليب كان تقاطع خشبتين. بقول لك اه بس هذا كان رمز للإله تموز، او رمز عين منكم للجنس عند قدماء الفراعنة، مش رمز للجنس. هذا بسموه الأنخ، أنخ يعني مفتاح الحياة، بتلاقوه بالمصادر الفرعونية. طيب هلا احنا لما نكرم الصليب بنكرم احنا مفتاح الحياة ولا الإله تموز؟ انتم معاك؟ في قبل هيك 20 سنة كان في شاب من هالمدينة هون استنجد في احد الكهنة الله يرحمه من غير اليوم، قال تعال بدنا نشوف هذا الشاب شو قصته. سألته شو حكايتك؟ ليش ترفض الصليب؟ قال انا ارفض الاله تموز. هذا على فكرة شكل ما يسمى بالاله تموز، الرمز تبعه برضه مش صليب 100%، بيشبه الصليب. قلت له طيب انت بتروح على وين؟ فاتح بدون مؤاخذة شو فاتح دكان ولا بتدرس؟ قال لا بدرس. وين؟ بالجامعة. قلت له هاي أول غلطة، المؤسسة تبعتك المنظمة تبعتك تقول التعليم الجامعي شيطاني، أنا مش لازم تروح على الجامعة، لازم تبيع ترمس أو بليلة. طيب شو بتدرس؟ قال لي رياضيات. قلت له يعطيك العافية، ما انت بدال المرة، لأنه حاولت أنا أرسم على جبينه إشارة الصليب، قال لي أنا أرفض إشارة الإله تموت. قلت له أنت مش تدرس رياضيات؟ طيب 100 مرة في النهار تعبد الإله تموز كيف؟ بالجمع، عن طريق إشارة الجمع. بس ليش تحطها على جبيني؟ قلت له بدي أحط إشارة جمع أنا على جبيني. على فكرة اليهود كمان بطيروا إشارة الجمع، بحط نقطتين فوق بعض والاسم بعرف كيف والتي مثلا بدل ما يكتبوها هيك تي لانه فيها صليب بيكتبوها بالعكس. طبعا هربوا من صليب يسوع وقعوا صليب مربوصوس. الاربعه لما بتكتبها هيك برضه فيها صليب، بحاولوا يكتبوها هيك بدون الصليب. السبعه عادة نكتبها هيك وفي شحطة، بحاولوا يكتبوها بدون الشحطة. واللمرجان الشاطرين تبعوهم، حتى العرب اللمرجان بيكتبوها هيك، مع انه دائم على فكرة كل تقاطع خطين بيعطي صليب، ما فيش فايدة. وشكل الإنسان ايش؟ صليب. هو واقف شكله صليب، وهو قاعد صليب، وهو راكع صليب، وهو بعيد منهم راقد صليب، ما فيش فايدة، كلة عقل يا عم الياس. إذن هاي المحاولة الأولى، خلينا نشوف شو هي المحاولة الثانية. إنه لا الصليب ما كانش صليب، ولا شو كان؟ خشبة، ولا خشبة واحدة عود. هذا في أنه كتاب الغنى صفحة 27، كتاب الغنى صفحة 27 صدر سنة 1934. طيب المسيح امتى انصلب؟ سنة 30. ما عرفتش كيف المسيح انصلب غير بعد 1904 سنين. بتذكر مسلسلات غوار صح النوم، صح النوم ولا لا؟ يعني امتى عرفوا كيف المسيح انصلب؟ او كيف المسيح علق؟ بعد 1904 سنوات. طبعا ما وضحت ليه هذا؟ لو انصلب على خشبة عمودية واحدة فقط كان بيكون في ايديك تنتين اكم من مسمار، مسمار واحد، وتوم العنيد اللي كان السعيد اعند منهم بدون مؤاخذة. سؤال في يوحنا 20:25، ان لم ارى المسامير وين؟ في يديه اثر المسامير.
وإن لم أضع إصبعي في مكان المسامير اللي باليوناني إيلون تنفع للمثنى وللجمع، هو لازم ترجمها إن لم أرى إيش مكان المسمارين وأضع إصبعي في مكان المسمارين. إذا ما انصلبش على خشبة عمودية فقط بل على عمودية وأفقية، مسمار هون ومسمار. منلخص كلامنا في نفورنا إحنا حتى إحنا المسيحيين من الصليب، ولكن في باللاتيني باليوناني بعدين عملوا كتير أشياء حلوة بالنسبة للصليب، حسب زي ما دائما نحكي مع الأخ عيسى بلا زغرة بالبقين، الروحانية المسيحية. شو هي الروحانية المسيحية؟ إنه هذا الألم هو اللي بوصل الإنسان للكمال، لأنه الإنسان بلا ألم هو شبه إنسان. واللي ما سرش ولا تألم عمره ما يتسمى إنسان. ليش؟ لأنه ما بيكون عنده إيش العمق في المشاعر، لأنه ما بحسش مع اللي بتألم. بس خلينا زي ما وعدناكم ناخدها من وين؟ أولا من الرسالة إلى العبرانيين الفصل الخامس بحكي لنا عن المسيح الإنسان أي أربعة وتابع، بيقول وتعلم في طبيعته الإنسانية الطاعة، ومع أنه الابن تعلم الطاعة بما تألم. إحدى الترجمات مكتوب بما عانى من الآلام، بس أفضل إيش نقول تعلم بما تألم. إذا بتتذكروا كثير نحكي عن هاي الآية لأنها بليغة جدا، تعلم إيه مثل تألم إيه باثن، في فرق بس حرف واحد زي العربي، تعلم إيه مثل تألم إيه باثن. في عنا كمان زي ما قلنا لكم في بالطقس البيزنطي مثلا، مرات بتلاقي كلمة نص الحرف النصاني اللي فيها بالمركز هو الأوميغا، أوميغا آخر حرف من الأبجدية اليونانية. ف واو سين فوس، شو يعني فوس؟ النور. وبعدين تنسوش الأوميغا في النص، زاي او اي دا. زوي ايش زوي؟ الحياة. كله شكل ايش؟ كله شكل صليب. اذا الصليب شو هو؟ نور و نور وحياة. عند اللاتين في اللاتيني شو بقولوا؟ فر كروتشم اد لوتشم، كروكس يعني الصليب، لوكس يعني النور زي الارمني لويس. اذا فر كروتشم اد لوتشم يعني من الصليب الى النور. الى النور، او نقدر نقول من العار إلى الغار، من العار إلى الغار. فالصليب هو الرمز الذي يبقى ويخترق الألم والموت. خذ مثلا واحد يهودي بده يموت، دائما بعطي هذا المثل، بيجي الحاخام بده يقرأ له نص من التوراة ما بعرفش يقرأ، بده يحكي معاه ما بسمعش، لازم يورجيه رمز ملموس. ايش بده يورجيه؟ نجم داود. شو يعني نجم داود؟ يعني الانتصار على اعدائنا. طيب وشو راح يفيدني هالانتصار وانا بدي اموت؟ الصليب يرافقنا وين؟ لما نكون مبسوطين ولا كمان لما نكون حزانة؟ لما نكون حزانة، لما احنا احياء وفوق قبورنا بعد عمر طويل ماذا؟ أني آية ترتفع، أني راية ترتفع الصليب. وخلينا أخيرا وليس آخر الكل شأنا نرجع ل
صفر العدد فصل 21 إذا تتذكروا فصل 21 آية 7 إلى 8 في مثل يوناني يقول الذي يتألم أكثر يعرف أكثر. أيوة، لأنه يشعر أكثر ويختبر أكثر. صفر العدد زي ما قلنا أنه فصل 21 آية 7 إلى 8. تذكروا لما الشعب اليهودي كعادته صار يتدمر على ربنا وعلى موسى، ربنا بعث لهم حيات نارية البعدة كانت تلسعهم ويموتوا، راحوا قالوا لموسى تضرع إلى الرب من أجلنا. شو قال ربنا لموسى؟ اصنع لك حية من نحاس وارفعها على سارية، وكل لبيغ ينظر إلى الحية النحاسية يحيى. وفي إنجيل يوحنا فصل 3 آية 14 شو بقول السيد المسيح؟ كما رفع موسى الحية في البرية هكذا يجب أن يرفع ابن الإنسان. في واحد برضه بقول لي طب يا عمي ما تحطوا حية في كل كنائسكم؟ قلت له احنا هاي الحية موجودة في كنائسنا والسارية موجودة في كنائسنا. السارية هي الصليب والحية النحاسية. مين بدال الحية النحاسية اللي ترمز له الحية؟ المسيح المصلوب. عشان هيك لا يكفي الصليب لحاله كسارية، بل بدنا اللي بترمز له الحية النحاسية يعني المصلوب اللي بنسميه في لهجة هاي المنطقة على الأقل مدينة بيت لحم الصلبوط. الصلبوط يعني صورة أو رسم المسيح المصلوب. شكرا للإصلاح. كمان تفضل في أبونا مهم جدا. لماذا كان على السيد المسيح أن سألك يا كان عشان تصلي؟ تفضل أبونا بدي أسألك سؤال. إحنا بنعرف إنه كلمة الله المتجسدة أتت إلى العالم لتخلص العالم، وكان الخلاص عن طريق الصلب، مع أننا نعلم أن كثيرين من القديسين ذاقوا الموت من خلال الحريق أو وسائل أخرى شنيعة، ماتوا أو ذاقوا الموت من أجله. نحن نعلم أن التدبير الإلهي يعني العلم المسبق يقول أن كلمة الله سوف تذوق الموت من خلال الصليب. لماذا اختير الصليب ليكون الطريقة التي سنحصل بها على الخلاص بواسطة تجسد الكلمة وذوقها الموت؟ شكرا أب حنا. وبدنا نقرأ المكتوب من وين؟ من عنوان. بدنا نفتح أول كتاب مقدس، سفر التكوين. سفر التكوين في طبعا لغة رمزية، في شجرة الحياة والموت، في شجرة الحياة، في شجرة معرفة الخير والشر، في الموت يدخل إلى العالم عن طريق معصية. المعصية هاي يرمز إلها إيش؟ الأكل من شجرة. في مقدمة الصليب في الطقس اللاتيني شو منقول؟ إنه قوى الشر أو الشرير أو الشيطان ترمز إله الأفعال. وكما أن حتى أنه من غلب بالخشبة، مين هو اللي غلب الناس بالخشبة؟ الشر الشيطان. بالخشبة أيضا يغلب. طبعا هون بداية البشرية. ما هي بداية البشرية؟ تمرد على الله عن طريق إشي معنوي نقدر نسميه الشجرة المحرمة أو الثمرة المحرمة. منكمل في النبوات.
النبوات نيجي لسفر العدد سفر العدد فصل 21 آية 7 إلى 8 البشر يلسعون يموتوا البعد الله إيش بأمر موسى لسه قلناها قبل شوي إنه يرفع يصنع حية نحاسية على سارية خلقت حية خلقت نحاسة على سارية شو هي هالسارية؟ خشب حسب تفسير يسوع لها السارية هي الصليب نيجي على المزامير مزمور 22 اللي السيد المسيح نفسه وهو على الصليب استشهد فيه حتى يقولنا انه هذا النص ينطبق عليه إلهي إلهي لما شبقتني إلهي إلهي لماذا تركتني شو بقول ثقبوا يدي ورجلي اقتسموا ثيابي بينهم وعلى رداء اقترعوا أما أنا فدودة لا إنسان محتقر عند الشعب بنكمل في النبوات نبوة أشعيا فصل 53 كل فصل 53 لا صورة له ولا بهاء ولا منظر فنشتهيه رجل أوجاع والمتمرس بالآلام سحق لأجل آثامنا وضرب لأجل معاصينا فتأديب سلامنا عليه وبجراحه شفينا كلنا ضللنا كالغنم أحصي مع الأثمة ومن يصف مولده وأوتي الأغنياء بقبره يوسف الرامي حتى قبر ما كانش يسوع دبروا له قبر عيره زي هذاك اليوم عرسه جابوا له بدل عيره بس ما جابوا السيره اذا كل هاي النبوات اين تصب خلينا نرجع لوين لا سفر تثنيه الاشتراك فصل 21 ايه 22 ل 23 فلا تبت الجثة على الخشبة لئلا تنجس الأرض التي أعطاك إياها الرب إلها ليه؟ لأنه ملعون كل من علق على خشبة وقديس بولس بيقولنا إنه هاي الآية تنطبق على مين؟ على يسوع اللي رسميا خارجيا شرعا عدة عاش وكل ملعونا لأنه رفع أما مش على خشبة واحدة بل على تقاطع خشبتين بس أخذ من تثنية الاشتراك فصل 21 أي 22 إلى 23 وتابع شو أخذ اللعنة الشرعية اللعنة القانونية طبعا حاشا وكذا هي كل النصوص تصب على إيش إنه المخلص المنتظر سيخلص العالم عن طريق أكبر صليب أكبر عذاب كيف كان هذا العذاب؟ العذاب الوحيد اللي بتنطبق عليه عفوا كل هاي النبوات هو أنه عذاب عذاب الصليب هلا بدنا نضلنا بدنا ندخل على العهد الجديد تابعوا معي اللي عنده العهد الجديد الرسالة إلى أهل فيليبي الفصل الثاني الآية 5 وتابع ليكن فيكم من الأفكار والأخلاق ما في المسيح يسوع الذي إذ كان في صورة الله شوفوا كيف الطيارة لما بتكون محلقة في أعلى إشي وشوي شوي بقول لك بدأت الطائرة هلأ اربطوا الأحزمة وكفوا عن التدخين ليش؟ أنه بدأت الطائرة بالهبوط تدريجيا إلى مطار القدس إن شاء الله الذي إذ كان في صورة الله إنه في ثيوي بارخون لم يعد معلش تقرينا يا أمير بس تفضلي هون الرقم بس أبونا كمان أي أربعة وتابع
غلبك بس تفضلي هون حتى تكوني أقرب لل... نعم. هلا بدكم تتابعوا معي، انا بدي اشر طياره. نعم، في بلاد صغار مرات بيلعبوا طياره. هلا انا الطياره وامين. ينظرن احد الى ما له بل الى ما لغيره فليكن فيما بينكم فليكن فيما بينكم الشعور الذي هو ايضا في المسيح يسوع، هو الذي في صوره الله. في صوره الله، في اعلى من صوره الله. طيب، لم يعد مساواته لله غنيمة. باليوناني هرباغمون أو أرباغمون يعني اختلاف، يعني سرقة. إيه؟ مساواته لله مش سرقة. طبعا هاي آية بحرفوها يهود شهوة، شهود يهود. نعم. بل تجرد من ذاته. تجرد من ذاته، الفعل اليوناني موجود فيه كلمة كينوسيس. كينوسيس يعني أفرغ ذاته، كينوس يعني فارغ. إذا في صورة الله، معلش سعيد يا لطفي، كان في صورة الله. بل تجرد من ذاته. تجرد من ذاته. متخذا صورة العبد. العبد اللي هم البشر. طيب. وصار على مثال البشر. أي البشر. وظهر في هيئة إنسان. أي إنسان. طيب. فوضع نفسه وأطاع حتى الموت. أطاع حتى الموت. أكثر شيء بذلنا هو إيش؟ الموت. يا ريت بس موت. موت الصليب. موت الصليب. شوف وين نزلنا. هلا خلينا نكمل الارتفاع، شنو؟ لأنه منضلش تحت إحنا في المسيحية. لذلك رفعه الله. يعني الطبيعة الإلهية رفعت فيه الطبيعة الإنسانية. لذلك رفعه الله إلى العلا ووهب له الاسم الذي يفوق جميع الأسماء. طبيعة إلهية. كما تجدو لاسم يسوع كل ركبة. طيب هاي حكاها الله في نبوة أشعيا، لي تجد كل ركبة. هيها عن مين؟ عن اسم يسوع. كل ركبة في السماوات وفي الأرض وتحت الأرض. ويشهد كل لسان. ويشهد كل لسان. هاي الله بقولها في نبوة أشعيا، لي تسجد كل ركبة بي يعترف كل لسان. يطبقها ماربولوس على مين؟ هو كان يهودي حقامي. على مين؟ على المسيح. كملي. أيوة. ويشهد كل لسان أن يسوع المسيح هو الرب تمجيدا لله. رجعنا وين؟ للطبيعة الإلهية. برضو حرف الفي إذا بدكم يعني في انتصار بكتر. طبعا هذا مش مقصود تحت الأرض. مش أبونا الأموات. كيف؟ تحت الأرض، فوق الأرض وتحت الأرض. نعم نعم، يعني عالم أو حتى عالم الجحيم، لأنه كانوا بالشئول اللي كانوا يهود يفكروا به الشئول. إذا هذا النص بدلنا على إيش؟ أكبر سمو. وهون راح تستغربوا الآن من النتيجة اللي راح أوصل لها أنا وأنتوا قاعدين زي أبو قاسم بياع الخياطة. لا إلي ولا علي. أكبر سمو هو إيه؟ سمو الطبيعة الإلهية ولا لا؟ أكبر تعاسة في البشر شو هي؟ الموت. أكبر تعاسة في أكبر موت شو هو؟ أنو عذاب؟ أكبر عذاب، أكبر أتعس موت، أشقى موت، الصليب. هلأ لما يسوع، تنسوش إنه يسوع هو آدم الجديد. آدم الجديد من معناه بده يحمل كل آلام البشرية. يعني لو المسيح ما مدش بدناش فيها، لو المسيح ما تألمش ما بدناش فيها. احنا نتألم وهو يضل مرفه زي اولاد القذافي قبل ما يقتلوهم. ما بتزبطش معنا ولا لا؟ فيش عدل يعني. اذا الصليب هو ايش؟ ملخص كيف العصير المكثف. الصليب هو مكثف. نرحب ابونا عزيز في بيته طبعا. بس في دعوه ابونا. إذا الصليب هو إيش؟ الصليب هو كل الألم والموت مكثف. على فكرة مين بتألم أكثر؟
في مثل لاتيني بقول لك الإكرام حسب الذي يكرم. يعني مثلا انت بتيجي بستقبلك رئيس البلدية او بستقبلك نقيب الطلاب، انو له قيمة اكتر؟ رئيس البلدية. رئيس البلدية honor in honorante، يعني الاكرام يقاس حسب مين اللي بيكرم. inuria in inuriato، اما الاهانة فتقاس حسب المهان مش حسب المهين. يعني بيجي ولد صغير بهين رئيس بلدية، وبيجي واحد جامعي بهين رئيس البلدية، الإهانة تقاس حسب مين؟ المهان. حسب اللي انهان. ولكن الإكرام يقاس حسب مين؟ اللي بيكرم. هون مين المهان؟ المسيح. إذن أكبر إهانة ليش؟ لأكبر مهان. شو إحنا لما نتألم إحنا ننزل درجة واحد، تعرف كيف لما بقول لك في التلفزيونات اطلع درجة وانزل، ها؟ إحنا بننزل درجة واحد، نكون من إنسان سعيد لإنسان تعيس. بالنسبة للمسيح إيش؟ إذ كان في صورة الله لم يعدل، وين بنوصل؟ إنسان، وبعدين إيه؟ ونضل تحت الأرض على الصليب. هذا إذن ملخص للأيديولوجية اللي السيد المسيح فسرها لمين؟ لتلميذي عماوس. إنجيل لوقا فصل 24 شو قال لهم؟ خصوصاً آية 24. خلينا نقرأ من إنجيل لوقا فصل 24. شوف العبقرية عندي. أي 24 وتابع. بس خلينا نقرأ قبلها. خلينا نقرأ آية 22. وإذا الاثنين منهم كانا ذهبين. هاي أني آية. لا لأن نسبة منا فتحيرنا. طيب يعني بيقولوا له إحنا كنا طبعاً عمل حاله غايب طوش بعرف إيش. قال لهم شو القصة يا شباب؟ قالوا له يسوع الناصري، شو انت وحيد في البلد ما معك خبر؟ كيف صلبوه وقتلوه علقوه على خشبه؟ يعني احنا كنا متأملين وهذا، غير ان نسوة منا ايش؟ يعني فينا سوين جننونا طلعوا الشيب في روسنا. هذا معنى باكر انا مبطل. شو خليه بعد. ايوه ذهبنا الى القبر فلم يجدنا جثمانه، فرجعنا وقلنا انهن اصرنا في رؤية ملائكة قالوا انه حي. تفضل روح خذ شهادة نسوان بالنسبة لليهود ناقصة، تزبطش، مرفوضة. شوفوا وين المصيبة. تفضل. نعم كمل. فذهب بعض أصحابنا إلى القبر، ما بدهم يتأكدوا، بدها زلام المسألة. هذول النسوين يطبخونا وبزيادة يجيبونا أولاد، إحنا لما بدنا نتأكد من شغلة نبعث زلام. هيك المخ اليهودي اللي عندنا اليوم موجود عندنا، بس ما تجيبوه سيره. تفضل. فوجدوا الحال على ما قالت النسوان. ايه هاي النسوان اللي حكوه مظبوط. اما هو فلم يروه، فقال لهما يا قليلي الفهم وبطيئي القلب عن الايمان بكل ما تكلم به الانبياء. كل ما تكلم به الانبياء. انا اعطيكم 4 5 6 7 نبوات. تفضلوا. أما كان يجب على المسيح أن يعاني تلك الآلام فيدخل في مجده، فبدأ من موسى وجميع الأنبياء يفسر لهما في جميع الكتب ما يختص به. طلع موسى الأنبياء والكتب، ترى نبيهم كتبه. التقسيم اليهودي لا العهد القديم. إذن لوقا 24 24، مش عندك لوقا 24 24؟ قاضي انه اما كان يجب ان يعني اما كان ما قالهمش كان المفروض
أما كان يجب عليه أن يموت سكتة قلبية وخلاص، أن يحامي كل تلك الآلام، لأن الصليب هو ملخص لكل آلام. يعني وفي النهاية أبونا نريد أن نقول أن الكنيسة تعلمنا أننا إذ نكرم الصليب فنحن لا نكرم ونسجد للمخلوقات، لأن الصليب هو من مواد مخلوقة. نحن نكرم الصليب لأنه على الصليب قد حدث الخلاص من خلال كلمة الله وروحه المتجسدة. هلا في كمان آية أخيرة بدي أزيدها غير عن اللي تفضل في الأب الفاضل. شو بقول سيدنا يسوع المسيح؟ ليس لأحد حب أعظم من مين؟ إذا المسيح مات سكتة قلبية، صح؟ بكون قاعد أو بحكي كلمتين بعدين، ما ماتش في سبيل أحد. خلينا هلا نربط كل النصوص مع بعض. ليس لأحد شو قلنا؟ حب أعظم من هذا. والحب هذا بالنسبة لنا كمسيحيين تعريف الله. الله إيش؟ محبة. الله محبة. الله محبة، والمسيح بالمحبة القصوى يبذل حياته في أقصى عذاب. هون منجاوب مين؟ الكاتب الفيلسوف الروماني تشيلسيوس، اللي مين رد عليه؟ اوريجانوس. اوريجانوس اللي اسس في قيصرية عنا هون جنب البحر، اللي اسس مدرسة تفسير للكتاب المقدس. هون منجاوبه انه فعلا بدون مسخرة، وشو كانت مسخر علينا بقول السحور يتمكلز علينا تشيلسيوس؟ شو بقول؟ إنكم تنسبون الطبيعة الإلهية إلى رجل أنهى حياة دنيئة بميتة شقية. إحنا بنقول له يا تشيلسيوس، إحنا بما إنه مسيحنا أنهى حياته بهالميتة الشقية، معنا زي ما قال القديس يوحنا الحبيب، أما نحن فآمنا بالمحبة. المحبة المتجسدة هي المسيح، وتجسد المحبة هو الموت وموت على الصليب. لذلك رفعه الله ووهب له الاسم الذي يفوق جميع الأسماء. وشكرا. في كمان آية.